فعلا جميع المحلات عندنا هون مسكرة، جميع التاكسيات، ما في أي حركة تجارية في البلد، وهذا زي ما حكيت لك أقل إشي ممكن إحنا نعمله إخوان مع إخواننا الأسرة. يعني الكل متضامن والكل ملتزم بهذا الإضراب، وزي ما حكيت لك يعني على الجميع أن يضحوا بيوم واحد. يعني أسرة ضحت بسنوات عديدة من عمرها، فعلى الأقل يضحوا بيوم التجار يوم واحد من أجل أسرى البواسير.